السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ايه الابتكارات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يساعد بيها في تصميم مناطق الاسترخاء حول بركة السباحة؟ يعني مش بنتكلم عن البركة نفسها، البركة اتكلمنا عنها في فيديو مستقل، دلوقتي هنتكلم في المنطقة اللي حوالين حمام السباحة. طيب، أول حاجة ممكن يساعدنا بيها التظليل الذكي، هو ممكن نعمل أفضل تصميم بحيث يبقى فيه مظلات زي اللي هي موجودة في الحرم المدني، اللي هي تقفل وتفتح حسب الوقت وحسب الشمس وحسب الرياح، حسب ما انت عايز. ممكن تكون انت عايز تاخد تان مثلا، او عايز تقعد في الشمس، او عايز تقعد في الضله، فتقدر تتحكم فيها. وهي بالذكاء الصناعي يبدا يشوف كل شخص بيحب ايه، واوتوماتيك حسب ما هو عايز مع التكرار بيبدا ان هو يكتشف ان هو في ايام معينه بيحب ان هو يقعد في الشمس، وفي ايام تانية بيحب ان هو يقعد في الظله او في درجه حراره معينه، فيبدا يشوف المستخدم عايز ايه ويبدا ان هو يديله افضل راحه نفسيه موجوده. فاحنا بنصمم وبنبدا نشوف ازاي نغطي اكبر منطقه بحيث الناس كلها تقدر، لو هي عايزه تقعد في الظل تقعد، لو عايزه تقعد في الشمس برضو من حقها. نظام تبريد الهواء نقدر برضو نحط المكيفات ونبدا نجرب اكتر من تجربه، وبالذكاء الصناعي نشوف افضل تجربه. الجينيريتيف ديزاين نبدا يجيب لنا افضل تصميم ممكن. في الاضاءه الذكيه بحيث ان احنا نستخدم مستشارات عشان تقيس مستوى الاضاءه الطبيعيه وتظبط الليد تلقائي عشان يبقى فيه جو مريح في كل ساعات اليوم. في النظام الصوت الذكي نقدر نحط سماعات معينة بحيث في كل الأماكن تقدر تسمع اللي أنت عايزه، وهو أوتوماتيك بالذكاء الصناعي بيبدأ عارف الشخص دوت مثلا بيحب يسمع إيه وإمتى، فتلقائي يبدأ يشغله لك، يبدأ يفهم إن أنت مثلا متعود كل يوم جمعة قبل الصلاة تشغل سورة الكهف، فأوتوماتيك من غير ما تقول له يروح يعني يقترح عليك، ولو أوكي يبدأ يشغل. الذكاء الصناعي زي جوجل هوم مثلا بتبدا انت تتكلم معاه يقول لك دلوقتي عايز اشغل لك صوره الكهف، خلاص يبدا شغلها لك. في ممكن يساعدنا في الكاميرات، الكاميرات تبقى موجوده وكاميرات حساسه بحيث لو اكتشفت ان في حركه سريعه في حمام السباحه او في شخص قاعد فتره ما بيتحركش يبدا ان هو يدي انذار او يتصل بالرقم اللي انا مديهوله، ممكن رقمي او رقم حد، ممكن يتصل بالشرطه اوتوماتيك، ممكن يفرغ حمام السباحة بحيث ان هو ينقذ الطفل دوت. ممكن يساعدنا في افضل نظام ري بحيث ان هو يسقي النباتات اللي موجودة في الارضية بتاع حوالي حمام السباحة. فدي امثلة قليلة على الابتكارات، لو في حد عنده امثلة تانية يا ريت يكتبها لنا ونتناقش فيها ان شاء الله. ممكن يساعدنا في ان هو يعمل لنا صور، يعني نكتب له مثلا والله احنا عندنا حمام السباحة شكله مثلا على شكل كذا، اقترح لنا تصميمات حوالين حمام السباحة، فيبدأ ان هو يورينا اكتر من صورة واحنا نبدأ نختار منها.